تعالوا حبايبي نسمي الله ونشوف مقدارنا ايه. معايا هنا رز بلبن، معانا مانجا، معانا زبدة وكنافة وشربات، ويبقى معانا برضو مكسرات. يلا نبدأ مع بعض كده على البوتاجاز ونشوف هنعمل الكنافة بتاعتنا ازاي. معايا الصينية او الطاسة بتاعتي، هنحط كده معلقة سمنة، سيح كده شوية، ما بتاخدش وقت خالص على النار، حابة تحطيها في الفرن براحتك. تمام، هحمرها كويس. ديك فيها على طول علشان بتتحرق. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم ان احنا نقلب كويس جدا كده واحنا شغالين على طول. رز بلبن احنا عاملينه يعني هو يعتبر بارد شوية، مش سخن قوي. متستعجليش عليها، احنا عايزينها تبقى متحمرة ما تبقاش بيضة. زي ما قلتلك ممكن تحطيها كمان في الفرن تاخد لون كده. تمام، مش عايزينها تاخد لون من حته وحته، لا يبقى ايدينا فيها كده على طول. بصي ما بتاخدش وقت، خلي بالك. عايزينها يبقى لونها كده ذهبي وحلو كده. خلي دايما لساننا ذاكر لله سبحانه وتعالى كده، لان دوت بيخلي فيه بركه في الرزق وفي العمر. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. خلاص هي قربت اهي، ما تستعجليش تعلي النار تقوم تتحرق برضو منك، خلي بالك عشان انت كمان ايدك ما تتحرقش.
جربي تاخد لون بني حلو كده. كنافه حبايبي خلاص كده اهي، هاخد منها كده معلقه كده تحت. تمام، ناخد عليها معلقه عسل كمان الطشطشه بتاعتها، وعليها رز بلبن كده. رز بلبن برضو هيطري الكنافة، خلي بالك. خلي بالك بقى كده ايه وانت شغالة، عشان احنا عايزين شكل الطبق يبقى حلو كده، والبولة شكلها حلو تبقى طبقات كده. تمام، هناخد كده برضو تاني وناخد مانجا معانا، ممكن قطع ممكن صوص كده اهو. معلقة عسل، وبعد ما نزود لبن بالراحة برضو. عايزين نبقى نخلي الشكل حلو، انا عايزة الطبقات كده تبقى ايه، تبقى باينة كده يعني اهي، يبقى في ايه، يبقى في طبقات كده باينة. نحط اخر شوية كنافة، تمام كده، ريحتها حلوة جدا. ناخد معلقة عسل، وبعدين رز بلبن كده. دي بقى اسمها كده اخر حاجة كده على الوش، المانجا. اهي بالشكل ده، ومعلقة عسل كده. شوية مكسرات